مفيش شك انه التكنولوجيا ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفه بقت الجزء الاكبر من حياتنا. ده واقع ولازم نعترف بيه. خلاص احنا اتعودنا انه في اوقات كتيره جدا ماسكين الموبايلات والفتره طويله، وتقريبا شباب كتير جدا بيعمل كده، مركزين مع السوشيال ميديا، مهتمين قوي بالبوستات بقى والصور ومين هيشوف صورهم ومين هيعلق وكام لايك والانفلونسرز والحاجات الجميله دي كلها. لكن المشكله هنا ان الاهتمام ده اتنقل من الشباب للأطفال. بنشوف أطفال صغيرين، مش عايز أقول يمكن في أول مراحل حياتهم، أول ما بيبتدوا يزنوا كده فنديهم الموبايل، فهو خلاص اتعود على كده، بقى في ابتدائي ماسك الموبايل على طول. ده طفل مش عايش سنه، مش مندمج مع الوسط الاجتماعي اللي هو موجود فيه، مش هيركز في دراسته بعد كده، لأنه السوشيال ميديا بقت جزء كبير جدا من حياته، وبقى العالم الافتراضي بيأثر فيه أكتر من الواقع الاجتماعي اللي هو عايش فيه. عندك حق فعلا يا شاذلي. احنا بنتكلم كتير على ان السوشيال ميديا ليها سلبيات وليها كمان ايجابيات، ده بالنسبه للناس الكبار المدركين. لكن بقى لو بصينا بالنسبه للاطفال هنلاقي ان السلبيات يمكن تكون اكتر بكتير. الطفل بيبقى قاعد طول النهار ماسك تليفونه، بيعمل له كده حرمان حسي وعاطفي بيخليه مش عارف يقعد يتعامل مع الناس اللي حواليه، مفيش اي تفاعل بينه وبين المحيطين بيه، مش عارف يتفاعل مع الناس، مش عارف يتكلم معاهم، مش عارف يفتح معاهم مواضيع، قاعد طول الوقت مركز في تليفونه. لما يبتدي يكبر شويه اكيد هيبقى عنده مشكله كمان في التحصيل اللغوي، لانه مش هيكون بيتكلم مع حد، هيتكلم مع مين؟ لا اخواته ولا اصحابه ولا مامته، مش هيتكلم معاهم، هو بص للتليفون وبيكتفي بهذا القدر اعتقد. يمكن كمان يعني التحصيل الدراسي ممكن يبقى مش احسن حاجه، لانه تركيزه الاكبر هيبقى رايح ناحيه انه يبص على السكرين ويبص على بقى يلعب جيم ولا يقعد على يوتيوب يشوف فيسبوك او انستجرام. كل الحاجات دي بقت هي اللي بتخطف انتباه الاطفال وعقولهم كمان ومخليهم طول الوقت مركزين فيها يا شاذلي. بس نرجع ونقول انه الطفل لو مش شايف الناس اللي قاعده معاه في البيت بتعمل كده اكيد مش هيبقى ده سلوكه. هو قاعد في البيت من هو صغير شايف باباه ومامته ماسكين التليفونات، فاكيد هو لما بيكبر بيقلدهم. بقى في صعوبه دلوقتي في انك تقنع طفل انه ده غلط، لان هو شايف والده ووالدته بيعملوا كده ماسكين الموبايل 24 ساعه. في الوقت بيبقى او مع الوقت بيبقى مواقع التواصل الاجتماعي واخده الحيز الاكبر من حياه الطفل. لكن المفروض الناس تعمل ايه بقى؟ دي حاجه المفروض نفكر فيها. من والله يا شاذلي مش عارفه، كنا يعني احنا نفسنا في القصه دي مش عارفين نتعامل فيها قوي مع اولادنا، بس انا متخيله ان انا لو منعت الموبايل خالص وخدته من ولادي اعتقد انهم يعني مش هيبقى ده احسن قرار. صح. اول حاجه احنا عارفين قوي ان احنا دلوقتي بقى في منصات لازم الاولاد يتعرضوا ليها طول الوقت في المذاكره وطول الوقت الهوم وركس، سواء بقى يعني بتتبعت عليها او منصه وزاره التعليم، فالولاد محتاجين انهم يبقى في ايديهم تليفونات ومحتاجين يبقى في ايديهم تابلتس وايبادز عشان يعرفوا. لكن ممكن نحاول بقى نشوف ازاي يعني نعيد استخدام التليفونات دي ونعيد استخدام التكنولوجيا دي، نشوف ازاي بقى نخليهم يعملوا سيرش اكتر، نخليهم ازاي يلعبوا جيمز لها علاقه بالمعلومات. يعني هم مهتمين جدا بالجيمز والالعاب، نحاول نبص ايه الحاجات اللي فيها عنف ونبعد عنها او نقلل مدتها لو مش لو وصلوا لمرحله السن اللي ما بيرضوش يسمعوا فيها الكلام ومش صحيح. قادرين يقتنعوا كنترول شويه يعني. في جيمز كمان كتير قوي لها علاقه بالمعلومات، يعني انت عملت معلومات او اكتسبت شويه معلومات وجاوبت شويه اسئله تقدر تتنقل للليفل اللي بعده في اللعبه. فيعني اهو نتحايل بشكل او باخر بحيث ان احنا ندخل في قصه ان احنا ما نبقاش طول الوقت قاعدين مركزين مع الانفلونسرز وقاعدين مركزين مع الناس اللي هم يعني بيقعدوا يصوروا فيديوهات وينشروها طول الوقت. يمكن ده اللي هنتكلم عليه النهارده. هنتكلم عنه النهارده، يكون معانا ان شاء الله فقره مهمه جدا في حلقتنا وهنتكلم عنها بالتفصيل عن خطوره وتاثير السوشيال ميديا على الاطفال. انتظرونا وتابعونا النهارده في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم مره تانية واهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.